رجال فارق النوم أعينهم، المراقبة مستمرة والرادارات ترصد التغيرات. أطقم عمل متكاملة تعمل بسرعة فائقة بدقة متناهية لتحفظ لسماءنا أمنها وصفاءها، ولكن سرعان ما تعلن السماء غضبها. إن انتهك قانونها يستنفر درعها الصلب ليعكس في أعين العدو آيات الرعب والفزع، فيتساقط الحطام وتتناثر الأشلاء معلنة السيادة المصرية على سمائنا الإقليمية. قوات الدفاع الجوي، حماة سماء مصر. قوات الدفاع الجوي، القوة الرابعة في القوات المسلحة المصرية، تقف في عزة وشموخ بجانب القوات الثلاث: البرية، البحرية، والجوية. قوة ولدت عملاقة، يواصل رجالها الليل بالنهار، فهي درع سماء مصر وعيونها الساهرة. قوة قادرة أبهرت العالم كله بفنونها القتالية في حرب أكتوبر المجيدة. بطولات وأمجاد سطرها التاريخ بأحرف من نور في سجل المجد والفخار. إرادتنا قوية ومعنوياتنا عالية، وإن عاود العدو الكرة فنحن لهم بالمرصاد. نحن مصممون على النصر، وإرادتنا قوية، وشعارنا دائما: سماؤنا لنا حرام على غيرنا. فنحن رجال الدفاع الجوي في جاهزية قتالية عالية وروح معنوية عالية للتصدي لهذا العدو إذا حاول تكرار هذه الضربة. تصدينا للعدوان الثلاثي الغاشم وأسقطنا صواريخه الذكية، ونحن على عهد باقون لحماية أرض وسماء سوريا الحبيبة. باسمي وباسم جميع مقاتلي الدفاع الجوي نعاهد الله والوطن أن نبقى جنده الأوفياء المدافعين عن أرضه وسمائه حتى آخر قطرة دم من دمائنا. نعاهد الله والوطن بأن نبقى حماة الديار ومصدر الفخار. شعارنا دائما: سماؤنا لنا حرام على غيرنا. يوم بعد يوم يثبت أبطال الجيش العربي السوري أنهم على قدر المسؤولية، فها هم اليوم وبعد نجاحهم في إحباط العدوان وقهر المعتدين أكثروا إصراراً على إكمال مسيرة الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل في كل الميادين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.